البطاقات الائتمانية قد لا تساعدك على الادخار. هذا ما أكده بحث جديد نشرته مجلة فوربس الأمريكية، كشف أن 45% من حاملي بطاقات الائتمان لا يعرفون تكاليف نفقاتهم الشهرية، فحجم المصروفات والقيمة المعنوية للمشتريات غير واضحين لمستخدمي البطاقات الائتمانية على عكس أولئك الذين يدفعون نقداً. من جهة أخرى، كشف باحثون في مجال علم النفس أن الناس يميلون إلى الإنفاق أكثر عند استخدام بطاقات الائتمان مقارنة بأولئك الذين يدفعون نقداً. ووفق فوربس، فإن معدلات الفائدة ترتفع على المستهلكين الذين يعجزون عن دفع رصيد البطاقة الائتمانية الخاصة بهم في الوقت المحدد لها. وحذر البحث من الوقوع في فخ النقاط أو المكافآت التي يحصدها المستهلكون جراء عمليات الشراء عبر البطاقة الائتمانية على غرار الفوز بتذاكر سفر مجانية أو حجوزات في فنادق فارهة. وأوضح الباحثون أن التركيز على الاستثمار في الأصول وفي قطاعات أخرى أجدى من التعويل على نقاط البطاقة الائتمانية.